طب تعالى نروح بقى لهيئه الارصاد الجويه نطمن على حاله الجو، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم الحقيقه كان في تنبيه من هيئه الارصاد الجويه انه في شبوره كثيفه الايام اللي فاتت. النهارده كانت يمكن حده كثافه الشبوره بشكل كبير واضحه قدام الناس كلها. هنروح دلوقتي مع حضراتكم ونعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا خير يا فندم، على حضرتك وعلى كل الشعب المصري وكل سنة وكلكم بألف خير يا فندم. بشكرك يا فندم. يعني توقعات هيئة الأرصاد بالشبورة، والنهاردة احنا شفنا يعني خلينا نقول حدة أو ذروة هذه الشبورة المائية اللي في بعض الأماكن مستمرة حتى الآن. بالفعل طبعا يا فندم، وده اللي نوهنا عنه في الهيئة العامة للأرصاد الجوية واللي بسببه أصدرنا تحذير امبارح وتم تناوله عبر أغلب وسائل الإعلام، وتم وتم التواصل طبعا مع الإدارة العامة للمرور وغرفه دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونوهنا في التحذير عن كثافه الشبوره المائيه خلال ال 72 ساعه اللي جايه النهارده طبعا وبكره والاربعاء والخميس. يعني هيبقى معانا النهارده وحتى يوم الخميس باذن الله ان شاء الله لغايه يوم الخميس على الاقل. الاستقرار في الاحوال الجويه مستمر معانا خلال الايام اللي جايه، ممكن برضو في الويك اند يكون في كثافه في الشبوره، ولكن طبعا هنقول الكلام ده وفقا للمخرجات اللي بنصدرها كل يوم بشكل يومي والنشرات اليومية. هننوه عن مدى استمرار كثافة السبورة الأيام اللي جاية بإذن الله، ولكن طبعا ده نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية اللي احنا كلنا شايفينه من بداية فصل الشتاء من يوم 21 ديسمبر مع بداية فصل الشتاء وإحنا الأجواء مستقرة بشكل كبير، ولكن هناك عوامل كثيرة طبعا أدت إلى تكون هذه السبورة الكثيفة، منها هدوء كامل في سرعات الرياح، الرطوبة اللي موجودة في عمود الهواء كله، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. كل هذه العوامل أدت إلى كثافة للشبورة المائية ووجود مرتفع جوي أيضا في طبقات الجو العليا، عمل طبعا على إذا ما بنقول حبس كمية الرطوبة اللي موجودة في طبقات قريبة من سطح الأرض. طبعا الشبوره دي زي ما قلت لحضرتك مستمره معانا الايام اللي جايه. طب دكتور محمود، حركه الملاحه، انت عارف حركه احنا داخلين برضو على يعني اجازه وممكن البعض مثلا يتوجه لاي الانشطه البحريه اخبارها ايه، والطرق او مثلا اللي هيروح يقضي الاجازه في قريته او في بلده، يعني بالنسبه فيما يتعلق بالطرق السريعه وحركه الملاحه في البحر. الطرق السريعه طبعا والطرق الزراعيه والطرق القريبه من المسطحات المائيه، كل دي هيكون عليها كثافة للشبورة الصبح بدري وبتستمر معنا لغاية الساعة 9 صباحا تقريبا. اللي عايز يبدأ يتحرك ويخرج برا القاهرة يبدأ يطلع بعد الساعة 9 صباحا، ولو مضطر انه يخرج بدري عن كده هيبقى يلتزم بالقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة. بالإضافة إلى كده الرياح هادئة تماما على أغلب الطرق، وأيضا على المسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر هدوء في سرعات الرياح، والحمد لله ده هيكون له مردود إيجابي على الملاحة البحرية. البحرين الاحمر والمتوسط مهيئين تماما لكافه الانشطه البحريه ان شاء الله. طب دكتور محمود اخيرا قبل ما اسيب حضرتك، اكيد الكل بيتساءل حاله الطقس يوم الخميس ان شاء الله احتفالات راس السنه وبدايه العام الميلادي الجديد، هل في اي توقعات جديده من هيئه الارصاد الجويه؟ لا الحمد لله الاجواء مستقره بالنسبه خلال فترات النهار، الطقس بيكون معتدل على كل السواحل الشماليه وبيميل للدفء على القاهره والوجه البحري وشمال الصعيد، وبيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولكن ما فيش كلام بعد غياب أشعة الشمس فترات الليل الطقس ما بيكون من بارد إلى شديد البرودة، لأن احنا بنلاحظ انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بيصل الفرق بين العظمى والصغرى أحيانا إلى أكثر من 10 درجات مئوية، وده طبعا بيخلي الطقس في فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بيكون طقس شديد البرودة. عشان كده بنحذر اللي بيبقوا متواجدين خارج المنازل يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، كل سنة طيبين مرة تانية، وتحياتي لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي بذلوا مجهود كبير جدا، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل الشكر للدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. سيبكم بقى مع درجات الحرارة المتوقعة، نروح لفاصل نرجع لكم نكمل فقرتنا في هذا الصباح، خليكم معانا.